الراديو 90 90 هواها مصري. صباحك ومطرحك على الراديو 90 90. انا مش هقدمه الحقيقه، هو بقى خلاص بقى صاحب برنامج الحقيقه فهو يقدمني. ومعنا النهارده النجم احمد يونس. نجم الله يسترك يا ابني دنيا واخره يا عم جلال. صباح الفل على كل الناس مع يونس. وعايز اقول والله شكرا للناس اللي مش عامله بريدج ونازله شغل النهارده. يعني النهارده وانا جاي لقيت ناس كتير جدا في الشارع. واضح ان انت متأزم. كان نفسي انت اشتغلت في ايام الاجازه اللي فاتت كلها. ونشكر الناس اللي اشتغلت امبارح كمان. فبصراحه نشكر جلوك اللي ما بتديش الناس اجازات. قول والله التيم كله واخد اجازه اللي انا تقريبا. يا باشا عشان انت راجل مهم، دايما الناس المهمه كده تشتغل في الاجازات. عارف تلاقيني مأجز. الصبح والله كنت متخيل الدنيا فاضيه، لقيت عادي الناس نازله والحياه لطيفه جدا وكله راح يشغله. فربنا معاكم يا جماعه، ان شاء الله تشتغلوا في الاجازات بشكل كويس يعني ان شاء الله. لسه عندنا بكره اجازه كمان على فكره. انت بتذلنا. انا شغال لازم. جلال تحيه ليك وتحيه لجلوكل، ونعرف لو في صبحويه جداد ولسه عايزين نعرفهم على جلوكل. ما هي منصه جلوكل؟ ذا جلوكل منصه شبابيه. منصه بقى. انا هسجل الحته دي وابعتها بس في حته الدرب تروح. احنا هننص النهارده. احنا منصه شبابيه بتقدم محتوى انترتينمنت ترفيهي للشباب. بنقدم كل حاجه شفنا على الفيسبوك ذا جلوكل، وعلى تويتر ويوتيوب وانستجرام، وعلى الموقع بتاعنا. ولو عندك اي فكره اي حاجه عايز تقدمها او تكتبها ممكن تبعت على editor@theglocal.com. وكمان جلوكل عملوا حاجه لطيفه جدا في معرض الكتاب، وكانوا عاملين ستيج كده صغيره لطيفه كده للي عندهم مواهب، وناس كتير طلع ما شاء الله مواهب كتير جدا. يعني بنفكر في المستقبل ان شاء الله ان الموضوع ده اكيد جلوكل هيكرروه، نبقى معاهم بقى كصباحك ومطرح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عندنا ايه النهارده؟ ادينا عناوين كده يا جلال. عندنا حاجه كتير جدا. عندنا بنقول بما ان انا دايما باجي متاخر عليك. لا خالص والله. والله النهارده جدا. والنبي خالص. فكنا بنقول له هو احنا الدولة الوحيدة اللي بتيجي متأخر ولا في دول تانية بتعمل ايه؟ يعني كل عملت احصائية على الدول اللي الناس بتأخر فيها؟ احنا ما عملناش احصائية، لا احنا جبنا احصائية ونشرنا صراحة يعني. وغادي الاجازة. احنا قلبنا الناس الاحصائية جاهزة، احنا نتعب بنفسنا ليه؟ ولا حتى قلنا جايبينها منين؟ بالظبط. عارف انت المواقع ده، لو فاكر الراجل اللي نزل خبر عن تعديل مش عارف وزاري او محافظ وكتب اسم جده اللي مات وكل المواقع كتبت ومشي وراه. بالظبط. فاحنا انا وشويه اصحابي كده عملنا احصائيه حلوه جدا هنقولها لكم النهارده. وكنا بنقول ليه يا جماعه الافكار الكويسه بتجيلنا واحنا في الحمام؟ لا دي احصائيه بجد بقى. لا نسكيب النقطة. لا مش انت بتاخد دش كده تلاقي فكرة لطيفة يعني. اكيد يونس زمان وانت بتبدأ في الالفينات الاولى يعني اكيد جالك فكرة انت تبقى مذيع راديو كده انت بتاخد دش يعني. فهي لا دي جات لي وربطني امي الحقيقه. والله يعني عارف انا اتظلمت كده وانا عايز ابقى مذيع. بالظبط. مش باين عليا حتى يعني ملامحي ما تديش. مذيع اهو. والله. كلمه السر بتاعتنا النهارده صبحاوي مع جلوكل، وفي اتنين منكم يا صبحاويه كل واحد هياخد موبايل هديه من جلوكل، وبتوع المره اللي فاتت هيستلموا مع بتوع المره دي. علشان بس كان في سحله شغل واجازات، فكان الدنيا اجازات مع ده كمان، فهيستلموا مع بعض ان شاء الله. واحنا عندنا شويه حاجات حلوه في الشهر الكريم ان شاء الله. رمضان. رمضان مش هنحرق بقى. مش هنحرق ان شاء الله. انتظرونا بقى. انت تهت ولا نمت ليه؟ الدول اللي بيحصل اللي الناس بتتاخر فيها وما بتلتزمش زي حالتنا على مستوى العالم ايه؟ كنا بنقول هي كانت دراسه معموله يعني بما ان احنا الحمد لله شعب متاخر يعني دايما. ليه كده؟ مش كلنا طبعا. ما تقولش متاخر في لو متاخر عن مواعيده. متاخر عن مواعيده. ايوه. لا احنا حلوين قوي. المهم كانوا عاملين جايبين دراسه كده معموله مين الدول اللي بتتاخر ومين الدول اللي لا. فمثلا كوريا الجنوبيه طبعا ما بيهزروش، كوريا الجنوبيه ما شاء الله يعني. يعني ما فيش حاجه اسمها تتاخر يعني، دي حاجه دي عاده غريبه في المجتمع لو حد اتاخر عن ميعاده. طبعا كوريا الشماليه لو اتاخروا يموتهم يفجرهم. لا كوريا الشماليه مش هنتكلم عنها هنا عشان ممكن نتسحب. مش هنتكلم عنهم. ممنوع. دي كوريا الجنوبيه. ايوه. ماليزيا بيقول لك الالتزام بالمواعيد لطيف، ممكن تتاخر 5 6 دقائق كده 10 دقائق ما فيش مشكله. الصين بيقول لك بقى ايه، في فرق ما بين المواعيد الشخصيه والمواعيد للشغل. الشغل ما بيهزروش. المواعيد الشخصيه بيسمحوا لك ان انت تتاخر ما بين 10 لربع ساعه ما فيش مشكله. اوكي. تمام يعني دي العادات بتاعتهم. تمام. اليابان طبعا ما فيهاش هزار في فكره التاخير يعني، كل واحد بيجي في ميعاده ولازم تتعامل كده لو كنت هناك. مفيش حاجه اسمها تتاخر. ايش عليك. نيجيريا مثلا لو انت عندك ميعاد الساعه 1 يونس فانت متاح لك توصل ما بين 1 ل 2 معاك ساعه فري كده.
يعني الوقت انا جاي لك النهارده الساعه 9 فانا لا ممكن اجيلك الساعه 10 انت بترمي الايه الحلقه الجايه ممكن الساعه 10 عادي نبدا البرنامج مش اي مشكله حاجه لطيفه البرازيل عندهم حاجه لما تكون عايز تظبط الاجتماع مع حد تقول له انجلش تايم فيفهم ان لا ده مواعيد انجليزي ما تهزرش يعني والعادي بقى زينا برضو مصري تايم تايم السعوديه برضو زينا تقريبا كل الدول العربيه فيها الحته بتاعتنا ان احنا عندنا الموضوع تايت شويه احنا براحتنا هقول لك اجي الساعه 9 نيجي كلنا الساعه 10 مفيش اي مشكله ومفيش اي حد اتاخر يعني عادي خالص يعني دايما يونس فحتى في الخروجات بتاعتنا لما تيجي تخرج مع حد مثلا نقول مثلا كلنا يا جماعه نتجمع الساعه 9 بالليل فكل الناس تيجي الساعه 11 مثلا ومفيش حد قافش على حد والحياه لطيفه جدا وبنتعامل عادي مفيش ولا اكن حد اتاخر ولا اكن اي حاجه اكن هو ده الميعاد المسبق واحنا عندنا برضو طبع لطيف جدا ان انت لما يبقى عندك ميعاد مهم فلازم تقول الميعاد قبله بساعتين يعني لو هقابل فلان عندنا ميعاد الساعه 10 اقول له لا احنا ميعادنا الساعه 8 بالظبط عشان لو انت من اللي هو بيلتزموا بالمواعيد فانت عارف انت هتروح في ميعادك وهو هيجي برضو متاخر عن 10 بس في ازمه بقى لما تحصل الحركه دي وانت تروح الساعه 8 بتبقى مأساة بالنسبة لك لما تروح بدري أو تروح تعمل فيها رجل يعني مهذب كده وتروح في معادك وتلاقي كل الناس متأخرة عليك والله أنا بحب يعني قدر الإمكان أكون ملتزم في المواعيد موضوع المواعيد ده بيعصبني فيعني هنحاول عارف اللي هو إيه ملتزم بقى وبنظر وأم أنا متأخر عارف بقى اللي هو إيه هي حلاوتك وتلاقي حد بيتكلم حفلة بقى والله من يومين كده كان عندي تصوير وتأخرت لهم ساعة حاجة كده تصوير لقيتهم بيخبطوا بقى على الباب لا ده انا هكلم جلوكل نفسهم تروحي البيت بقى انا عايز بقى النهارده اشكر رحاب سعدي وبقول لها ان شاء الله الخطوه الجايه تبقى كويسه ليكي وتولع الدنيا دايما بموضوعاتك القويه ان شاء الله ان شاء الله يا رحاب صباح الفل عليكي صباح الفل جود لك في اللي جاي ان شاء الله طيب نختار الاسم الاول قولي بقى من نبدا فيسبوك مثلا اوكي هنقول الفائز الاول اللي هياخد موبايل هديه النهارده موبايل ان شاء الله ايوه وهنقلب منه الهاند فري والتشارجر طب ما تقولهاش على قوي حمزاوي المعلمين صباح الفل يا حمزاوي مبروك يا صديقي لسه في حد كمان هيفوز معانا صباح الفل كلمة السر بتاعتنا اكتبها في البوست لسه على الفيسبوك عادي جدا الصبحاوي مع جلوكل او تويتر الهاشتاج هو الهاشتاج ايه استنى بس عشان ايه انا بنسى كده هو تلاقي الترند الاول على مصر او صباحنا احلى على راديو 90 90 وانستغرام الراديو 90 اوز بالله دايما لو تشوفوا بيقولوا ازاي او صباحنا احلى يعني دايما ترند يما نرجع تاني عندنا حاجتين هنوه عن اسم الفائز الاخير والاغنيه اللي غبطتني والله العظيم نحلى بقى نعمل ايه طيب والجزء التاني هنتكلم عن رمضان احنا في رمضان جلوكل اليوم هنكمل شغلنا عادي في رمضان مع بعض معاكم ان شاء الله في رمضان يا جماعه وجلال يعني هيتالق معانا وهو صايم بصوم والله بحاول واني كلنا بنحاول طيب نختار الفائز التاني الفائز التاني يا جماعه عايزين نقول بس عشان موضوع الزمالك والاهلي انتشر عشان تعرف ان انا روحي رياضيه والزملكاويه يعني والاهلاويه في عينينا الاثنين فبنقول في اسراء قميحه كوميحه فهي ان شاء الله الفائز الثاني عشان هي اهلاويه وحاطه لوجو الاهلي وكانت قفشه قوي ان انا زملكاوي فيا جماعه لا بص اقول لك حاجه لعبتها معاك صح صح والله العظيم لعبتها قالت لك هو عشان انا اهلاوي مش هتختارني فانت زي اللي لا 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 في واحده كرويه ما بين مبروك مبروك يا اسراء يا كوميحه انا هخليك بعد كده كوميحه وان شاء الله زملكاوي ياخد دوري برده ان شاء الله طيب يا فهمي نظمي رسمي بقى عارف الاغنيه دي انت كنت عايز تسمعها صح؟ عايزين نسمع اغنيه فهمي نظمي رسمي الصبح كده تبقى هايله تهديها لمين يا صديقي؟ هديها وهي سامعه ان شاء الله هتسمعها طيب ما بحبش انا الجو ده خالص اخترت الشخص الغلط كيوت قوي ومعنا اتصل تليفون يقول لي الو الو